لاحظوا معايا، مثلا دخلت تطبيق تيك توك، هذا هو الحساب ديالي، وضغطت على هذا الرابط هذا كيف ما كتشوفوا، غادي يظهر ليا يعني جميع الحسابات ديالي ديال مواقع التواصل الاجتماعي بطريقه مختصره. هادشي اللي غادي نعلمكم في هذا الدرس هذا، غادي نوريكم طريقه كيفاش تقادوا الحسابات ديالكم ديال السوشيال ميديا في رابط واحد. خليكم معايا. السلام عليكم اصدقائي، نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ودائما في صحه جيده. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه تكنو اندرويد ايفون. في هذا الدرس ان شاء الله غادي نوريكم طريقه انشاء صفحه شخصيه فيها جميع الحسابات ديالكم كيف ما كتعرفوا ديال مواقع التواصل الاجتماعي بطريقه جميله ومبسطه، تقدروا تواصلوا بها مع الاصدقاء والاحباب وايضا بطريقه سهله. قبل ما نبداو لا فيديو اصدقائي، ما تنساوش تخبطوا لايك. الا كنتي اول مره كتشوف لا فيديو ديالي، ما تنساش تخبط لايك وتشارك معنا وتنضم للعائله. كنبغي نشكر كاع الناس اللي مشاركين معايا، خليكم معايا باش ما نطولش عليكم. للتذكير اصدقائي، رابط التطبيق او اسم التطبيق اللي غادي تشتغل به غادي تلقاوه في صندوق الوصف تحت لا فيديو. ما علينا الا نتوجهوا لمتجر بلاي ستور وكننزلوا التطبيق. تطبيق جيد وجميل بصراحه، عجبني بزاف، كيسهل عليك انك يعني تقاد صفحه شخصيه ديال جميع مواقع السوشيال ميديا يعني ديال مواقع التواصل الاجتماعي في رابط واحد، تقدر تبارطاجيها مع الناس ويعرفوك الناس، يعني طريقه سهله تقدر تواصل مع الناس. كنفتحوا التطبيق بعد تنزيل، لاحظوا معايا هذه هي الواجهه ديال التطبيق. كنضغطوا على هذه الايقونه الخضراء كومونسي. الان كيطلب مني انني اربط الحساب ديالي سواء كان فيسبوك او الحساب ديال الجيميل مع التطبيق. كنضغط اربط الحساب ديالي، طريقه سهله. لاحظوا معايا كريي فوتر بريمير ليا، كنضغط على باج ديال كيف ما كتشوفوا هنا عندي مكتبه ديال الواجهه ديال يعني كيف بغيتها تكون. كيف ما كتشوفوا نخليكم تكتشفوا هاد يعني المنصه اللي فيها بزاف ديال الواجهات. الان انا غادي نعزل هاد المنصه الخضراء اللي عجبتني كريي، على حسب يعني انواع ديال الحسابات اللي عندك. كاين اللي عنده موقع، كاين اللي ما عندوش، كاين اللي عنده مواقع التواصل الاجتماعي بوحدها. المهم كندخلوا نعزلوا يعني الشكل اللي بغينا كيف ما كتشوفوا. كنضغطوا على باج، اول حاجه كنديروا كندخلوا نعزلوا يعني الاسم والصوره ديال الصفحه كيف ما كتشوفوا. هذه هي الصوره، كنعطي علامه صح. الان كنعطي الاسم ديال الحسابات ديالي يعني اللي معروف، وكنضغط على علامه صح. كيف ما شفتوا بدلت الصوره وبدلت الاسم. الان غادي نضغط على صفحه تيك توك وندخل الرابط ديال الصفحه ديالي ديال تيك توك. كندخل وكنقلب على الرابط، طريقه باش نجبد الرابط. لاحظوا معايا هذه هي الصفحه ديال تيك توك ديالي. لاحظوا معايا كنضغط على ثلاثه هاد النقطات. لاحظوا معايا مشاركه الملف الشخصي او نسخ الرابط. لاحظوا معايا كوبيلو ليا يعني نسخ الرابط. الان كنمشي نرجع وكننسخ الرابط كيف ما شفتوا معايا. كنضغط على علامه صح. الرابط ديال اليوتيوب يعني ديال القناه ديالي ديال اليوتيوب كيفاش غادي نجبدو؟ غادي ندخل القناه ديالي ديال اليوتيوب اللي هي هذه. لاحظوا معايا عفوا، كنضغط على هاد الايقونه وكنضغط على قناتي. هذه هي الصفحه الرئيسيه ديال القناه. كنضغط على ثلاثه هاد النقطات، بارطاج، كوبي لو ليه، نفس الطريقه تقريبا، وكننسخ الرابط اللي كنضغط على علامه صح. الان بقى ليا يعني نقاد مواقع التواصل الاجتماعي بحال فيسبوك انستغرام كيف ما كتشوفوا. كنضغط على الايقونات، لاحظوا معايا الان كنمشي كنعزل الصفحه ديال الفيسبوك اللي بغيت نقاد، كنمسحوا هاد الرابط، كنمشيو للحساب ديالنا ديال الفيسبوك ونستخرجوا الرابط اللي بغينا نديرو. لاحظوا معايا الطريقه كيفاش نجبدو. كيف ما كتعرفوا هذه هي الصفحه ديالنا ديال الفيسبوك. كنضغطوا على ثلاثه هاد الشرطات، كنضغطوا على الحساب ديالنا ثلاثه هاد النقطات كيف ما كتشوفوا، كوبي لو ليان اللي هو هذا رابط الصفحه، وكننسخوه على الحساب ديالنا. الان الحساب ديال الانستغرام
هو اللي بقى لينا. كنمشيو ندخلو عن طريق المتصفح ديال جوجل كروم. كيف ما كتعرفوا ما يمكنش لينا ننسخو الرابط ديال صفحه الانستغرام عن طريق التطبيق ديريكتومون، خصنا ندخلو عن طريق يعني نسجلو عن طريق جوجل كروم، متصفح ديال جوجل. هذه هي الصفحه ديالي ديال الانستغرام. بالمناسبه اللي ما مشاركش يدخل يشارك، مرحبا بالجميع. ملي كندخلو لاحظوا معايا هذه هي الصفحه الرئيسيه ديالي، كنضغطوا على الرابط وكننسخوه يعني بطريقه تقليديه كيف ما كننسخوا كاع الروابط. كنرجعوا للتطبيق اللي كنشتغلوا عليه وكننسخوا الرابط ديالنا ديال الانستغرام، وكنضغطوا على علامه صح. بعد الانتهاء كنضغطوا على بوبلي يعني. الان غادي نقوموا بالتجربه كيف ما كتشوفوا. هذا هو الشكل ديال الصفحه الرئيسيه اللي جمعت فيها جميع تقريبا جميع الحسابات ديالي ديال مواقع التواصل الاجتماعي. باش نتيستيوها او نجربوها كنضغطوا على تيك توك، كيدينا ديريكتومون الحسابات ديالنا ديال تيك توك. اولا يوتيوب، يعني غادي يديني ديريكتومون القناه ديالي ديال يوتيوب. ايضا انستغرام كيف ما شفتوا اصدقائي. نتمنى المعلومه تكون وصلت وكل شيء فهم. اللي عجبو لا فيديو بارطاجيه مع الاهل والاحباب. الا كنتي اول مره كتشوف لا فيديو ديالي ما تبخلش عليا بلايك، تحياتي لكم، كيحفزني باش نجد نحط لكم يعني المزيد من الفيديوهات. تحياتي لكم اصدقائي.